السلام عليكم، انا مايكل راشد وانت بتشوف برنامج الزتونة. الحقيقة ان الحلقة دي من البرنامج مختلفة تماما، لان في الحلقة دي هنتكلم على كتاب تاريخي، والكلام ده بناء على ترشيحاتكم اللي انتوا كنتوا بتقولوها في التعليقات تحت. والحقيقة ان من اكتر الحاجات اللي اثرت في تاريخنا كبشر هي فكرة الحرب العالمية التانية، واللي مرتبط بيها الى حد ما فكرة الاتحاد السوفيتي. ناس كتير مننا تسمع عن فكرة الاتحاد السوفيتي اللي هي في الاخر يعني اتحولت تقريبا لروسيا، ولكن مش كلنا عارفين ايه هي قصة الاتحاد السوفيتي. مش كلنا عارفين ان الاتحاد السوفيتي ده هو من ضمن اكبر الاسباب اللي ادت الى انتهاء الحرب العالمية التانية. فلو عايز تعرف زتونة عن فكرة الاتحاد السوفيتي، تابع معايا الحلقة دي كويس جدا من برنامج الزتونة. الكتاب اللي احنا واخدين منه المصادر الحلقة دي هو كتاب The Rise and Fall of the Soviet Union، أو قيام وسقوط الاتحاد السوفيتي. وعشان ما أطولش عليكم في الحلقة دي، وعشان الحلقة دي تدخل فعلا جوه دماغك وتستفيد بيها، الحلقة دي هنسميها كده بيننا وبين بعض حلقة الثلاث نقط. يعني في كل حاجة هنقولها هنقول إن كان فيها ثلاث نقط ونتكلم عليهم، والحلقة برضو كلها عبارة عن ثلاث نقط أساسية. أول نقطة إزاي اتعمل الاتحاد السوفيتي، وتاني نقطة إيه دور الاتحاد السوفيتي في الحرب العالمية التانية، وتالت نقطة ازاي انتهى او ازاي سقط الاتحاد السوفيتي. طيب مبدئيا في الاول كده، يعني ايه كلمة اتحاد سوفيتي؟ الاتحاد السوفيتي ده عبارة عن بلدان كده جنب بعض قرروا ان هم يوحدوا كل حاجة بينهم، سواء الحكومات او الاقتصاد، وكان يترأس هذا الاتحاد حاجة اسمها The Communist Party، او الاتحاد الشيوعي، والاتحاد ده كان مقره في موسكو. الاتحاد السوفيتي ده كان موجود من 1922 لحد 1991، وده أكبر اتحاد في التاريخ، لأن كانت مساحة الأرض أو مساحة الأراضي اللي داخلة جوه الاتحاد ده حوالي 22 مليون و400 ألف كيلومتر. تخيل كده إن كان فيه 22 مليون كيلومتر كلهم يتبعوا لجهة واحدة والاتحاد واحد، فده بالتالي كان من أكبر الاتحادات اللي موجودة واللي عرفتها البشرية. دي كانت أول فكرة ممكن نعرفها عن الاتحاد السوفيتي. تاني حاجة ممكن نعرفها عنه هو أصلاً كان ايه تاريخ روسيا. روسيا في الاساس كانت امبراطورية، واخر ملك كان بيحكم روسيا واحد اسمه نيكولاس الثاني. نيكولاس الثاني ده فضل موجود لحد عام 1917، وتشال من الحكم بتاعه نتيجة ثلاث اسباب. اول سبب ان نيكولاس الثاني اصر على دخول مملكة روسيا في الحرب العالمية الاولى، وبالتالي فقدت روسيا حوالي 330 ألف جندي. وتاني سبب ان هو ارهق الجيش بتاعه في الحرب مع اليابان، يعني هو كان بيودي الجيش بتاعه، كان بيودي عساكر من عنده علشان تساعد اليابان في الحرب بتاعتها، فبالتالي الجيش بتاعه برضو استنفذ اكتر. الحاجتين دول افقدوا شعبية نيكولاس بصورة كبيرة جدا عند الناس، ومش بس كده، خلت روسيا تدخل في منعطف اقتصادي فارق في حياتها. عجلة الاقتصاد في روسيا بتتأخر بنسبة 37%، 50% من الشركات اللي موجودة جوه روسيا بتقفل وبتمشي منها، فبالتالي الحالة الاقتصادية للبلد بقت وحشة جدا، وده انعكس بصورة كبيرة جدا على العمال والفلاحين. وطبعا لما بيكون في أوضاع اقتصادية وحشة في أي بلد بيبتدي يطلع زي تظاهرات بتندد بالأوضاع الاقتصادية دي، وده فضل موجود في المملكة الروسية لحد يوم 22 يناير سنة 1905، لما راح مجموعة من الناس تعتصم أو تحتج على الأوضاع الاقتصادية اللي وصلت لها البلد قدام القصر الأبيض اللي كان موجود فيه الإمبراطور نيكولاس الثاني. وكان رد الإمبراطور على الناس السلمية اللي جاية تحتج عنده دي إن هو طلب من الحرس الملكي إن هو يفتح النار على المتظاهرين، فبالتالي الأوراق الرسمية بتقول إن مات حوالي 400 واحد من الناس دي، ولكن في بعض الروايات اللي كان بيقولها الناس أو بيرددها الناس بعد كده إن في حوالي 4000 واحد ماتوا. وبالتالي يوم الحد 22 يناير ده اتسمى عند الروس بالبلادي ساندي، أو بالأحد الدامي. وعلى فكرة في أحد دامي برضو تاني موجود في التاريخ ممكن نبقى نتكلم عنه بعدين. ثلاث أسباب دول كانوا السبب إن يبتدي يطلع ناس تنادي بإن لازم يكون في ثورة، وإن إحنا لازم نغير الحكم بتاعنا ده، فبالتالي يطلع واحد زي فلاديمير لينين، واللي إحنا بنقول عليه ده الأب الروحي للاتحاد السوفيتي، واللي أسس الاتحاد السوفيتي عن طريق ثلاث خطوات أو عن طريق ثلاث مراحل. أول خطوة لينين قاد حاجة اسمها الثورة البلشفية. الثورة البلشفية منتهى الاختصار معتمدة في الأساس على حزب العمال. حزب العمال اللي كان بيضم فئة العمال والفلاحين في أي دولة في المملكة الروسية، وكلمة بولشفيكس أو بلشفية دي معناها الأغلبية، فمن الآخر كده الثورة البلشفية هي ثورة الأغلبية من الناس، هي ثورة حزب العمال، هي ثورة العمال والفلاحين اللي موجودين في
في كل مناطق روسيا. فلينين من الآخر تواصل مع كل أحزاب العمال اللي موجودة جوه المملكة الروسية وكونوا اتحاد أو كونوا فريق سموه البولشفيكس أو البلشفيين أو الأغلبية. وكان علشان الاتحاد ده ينمو ويزدهر ويقدر إن هو يواصل في الثورة بتاعته لازم كان يبقى فيه قوة تحميه، لازم يكون فيه جيش يحميه. فبالتالي لينين فكر إن هو يعمل جيش بيضم المقاومة الشعبية أو جيش بيضم الناس الثوريين وسموه الجيش الأحمر. وكان أول قائد للجيش الأحمر هو ليون تروتسكي، ودي كانت تاني خطوة في خطوات بناء الاتحاد السوفيتي بتاعنا، إن إحنا عندنا الجيش بتاعنا اللي هو الجيش الأحمر. طب هل البلد نفسها ما كانش فيها جيش؟ يعني هل إمبراطورية روسيا دي ما كانش فيها جيش؟ لا طبعا كان فيها جيش، وكان بيسمى بالجيش الأبيض، الجيش اللي هو كان بتاع البلد نفسها واللي كان بيجي له تعزيزات من بره زي من بريطانيا ومن فرنسا. ووجود جيشين مع بعض في نفس المكان خلى ان يحصل حرب بين الجيشين دول اللي هم في الاساس المفروض روس. فبالتالي روسيا بتدخل في مرحلة الحرب الأهلية بين الجيش الأحمر وبين الجيش الأبيض، إلى أن ينتهي الحال بفوز الجيش الأحمر. وبالتالي آخر خطوة خالص إن بيطلع لينين وبيعلن إن إحنا خلاص بقينا كده سوفييت يونيون، أو بقينا كده كلنا اتحاد البلاد السوفيتية. وفي سنة 1922 بيطلع فلاديمير لينين وبيعلن وثيقة إعلان أو وثيقة تأسيس الاتحاد السوفيتي، واللي كان معتمد في الأساس على النظرية الشيوعية لكارل ماركس. وده كده اللي فات كان أول جزء، إزاي نشئ أو إيه هو الاتحاد السوفيتي. تاني حاجة، إيه هو دوره في الحرب العالمية التانية؟ لو ما تعرفش قوي يعني عن الحرب العالمية التانية، في منتهى الاختصار كده إن هتلر اللي هو كان قائد ألمانيا كان بيحاول إن هو من الآخر كده يترأس، أو كان بيحاول إن هو كده يدخل بلدان كتيرة جدا علشان يفرض السيطرة الألمانية، أو من الآخر يعني سيطرته هو على البلاد دي. وكان من البلاد اللي كان فكر إن هو يدخلها روسيا، وكان سبب هتلر الرئيسي إن هو يدخل روسيا لأن روسيا بالنسبة له أرض بتحتوي على معادن كتيرة جدا ممكن يستخدمها في الحرب على باقي البلاد التانية، خصوصا طبعا الحديد، لأن هتلر كان مولع جدا أو كان بيحب جدا الأدوات الكبيرة في الحرب زي الدبابات الكبيرة والمدافع الكبيرة والكلام ده كله. فكان عايز ياخد الحديد اللي موجود جوه روسيا، ده كان أول سبب. وتاني سبب لأن برضو روسيا كانت بتشكل إلى حد ما، أو الاتحاد السوفيتي يعني كان بيشكل إلى حد ما قوة كبيرة جدا موجودة في العالم في وقتها. فبالتالي ما يقدرش هتلر إن هو يفرض سيطرته على بعض البلاد اللي المفروض ان هي بتتبع الاتحاد السوفيتي من غير ما يكسر او من غير ما يهزم الاتحاد نفسه. والغريب اللي في الموضوع اصلا ان كان في معاهده ما بين المانيا وما بين الاتحاد السوفيتي في الوقت ده، يعني لو ما كانش هتلر قرر ان هو يدخل الاتحاد السوفيتي او يغزو الاتحاد السوفيتي ما كانش اي حاجه من الحاجات اللي هتتقال دي حصلت. ولكن طمع هتلر الزياده وغروره هو اللي خلاه يفكر ان هو يغزو اتحاد هو اصلا متحالف معاه وعارف ان هو كده كده مش هيقلب عليه. وهنا يتجلى دور الاتحاد السوفيتي في ان هو يوقف هتلر عن المخطط بتاعه في ان هو يسيطر على مناطق كتيره جدا في العالم، واللي برضه هنلخصها في ثلاث نقط. اول نقطه هي معركه موسكو في عام 1941، وفي اكتوبر 1941 بيبعت هتلر 1,000,000 جندي و1700 دبابه عشان تدخل وتحتل موسكو اللي هي المفروض عاصمه هذا الاتحاد السوفيتي واكبر منطقه صناعيه موجودة في الاتحاد السوفيتي كله. ولكن اللي بيحصل ان هم بيهزموا شر هزيمة، وده نتيجة ظروف البرودة القاسية اللي مش متعود عليها ولا الالمان نفسهم ولا الدبابات بتاعتهم، فبالتالي يتهزم الجيش الالماني. ودي كانت نقطة محورية جدا في الحرب العالمية التانية، لان قبل النقطة دي كان الجيش الالماني ما بيتهزمش. وتاني نقطة تحسب للاتحاد السوفيتي في فكرة الحرب العالمية التانية هي معركة ستالينجارد، واللي قعدت من أغسطس 1942 لحد فبراير 1943. أهمية مدينة ستالينجارد بالنسبة للألمان هي برضو إن هي مكان فيه ثروات ومكان صناعي كبير جدا موجود جوه الاتحاد السوفيتي، ومش بس كده كمان فرصة إن هم يدخلوا فيه هتبقى أحسن شوية من فرصة موسكو، فسهل إن أنا أخش وأسيطر على مدينة ستالينجارد. ومش بس كده كمان الألمان ابتدوا إن هم ينفذوا التكنيك الخاص بيهم في الهجوم اللي اسمه بليتسكيرج، أو من الآخر كده تكنيك البرق، التكنيك اللي بيعتمد على الهجمات السريعة والخاطفة واللي معمولة من أكتر من سلاح في الجيش الألماني زي مثلا سلاح الطيران وسلاح الدبابات وسلاح المشاة. وبالتالي نتيجة ان الموضوع مدروس أكتر من موسكو فبيقدر الألمان ان هم يحتلوا مدينة ستالينجارد. ولكن الاتحاد السوفيتي مش بيسكت على كده، وخصوصا ان هو عارف ان المرحلة دي هي مرحلة مؤقتة عند الألمان وبعد كده هيبتدوا برضو ان هم يدخلوا جوه روسيا نفسها، فبالتالي يعملوا برضو حاجة اسمها عملية أورانوس، وده الهجوم المضاد اللي عمله الجيش الأحمر على القوات الألمانية اللي موجودة في ستالينجارد
واللي كان بيترأس ساعتها الجيش الأحمر هو ستالين. المرة دي بقى معركة ستالينجارد خلت هتلر يخسر الجيش السادس بتاعه كله، وبالتالي قوة ألمانيا ضعفت جدا، وده بياخدنا للنقطة الثالثة. خلاص الاتحاد السوفيتي بقى شايف ان طول ما هتلر موجود كل شوية هيحاول ان هو يغزو الاتحاد السوفيتي عشان يجيب الثروات بتاعته، وعلشان برضه يقدر يغزو باقي البلاد اللي الاتحاد ده عامل تحالف معاها. فبالتالي في خطوة استباقية يفكر كده الاتحاد السوفيتي ان هو يروح هو ويغزو ألمانيا، وهنا بتحصل معركة برلين في عام 1945، واللي بيعملها الاتحاد السوفيتي ضد برلين او ضد ألمانيا نفسها، وبتقدر فعلا القوات السوفيتية ان هي تدخل لحد برلين وتحتلها عن طريق ان هم حاصروها من الشرق ومن الجنوب. بيسيطر السوفييت على وسط المدينة، الخرسانة المسلحة، وزارة الطيران، الرايخستاج الالماني، بيسيطروا على كل حاجة، وقادة المان كتير جدا بيستسلموا للسوفييت، وفي الاخر هتلر بينتحر، وبالتالي تخلص النازية من العالم ده وتخلص الحرب العالمية التانية. ودول الثلاث احداث التاريخية الاتحاد السوفيتي شارك فيها وبعنف في ان هو يحد، او ان هو كمان يكون ليه الدور الرئيسي في ان الحرب العالمية التانية تخلص. ثالث نقطة، ازاي في الاخر بقى هذا الاتحاد السوفيتي، هذا الكيان الكبير جدا والعملاق والكيان اللي كان ليه دور كبير جدا في الحرب العالمية، ازاي الاتحاد السوفيتي ده ينهار؟ امريكا ابتدى من الحرب العالمية التانية يكون ليها الى حد ما دور كبير، وامريكا ابتدت ان هي تكبر الجيش بتاعها وتكبر التكنولوجيا بتاعتها، وامريكا الدولة المعتمدة على الديمقراطية بقت قوة عظمى، وقدامها الناحية التانية الاتحاد السوفيتي المعتمد على الشيوعية، قوتين كبار قدام بعض ما بيحصلش بينهم اي حرب كده مواجهة، ولكن بتحصل حاجة اسمها الحرب الباردة. ده من الاخر معناها ان كل جيش في القوتين دول بيحاول ان هو يسلح نفسه باسلحة جديدة وبتكنولوجيا جديدة، فبالتالي الحرب الباردة دي كانت بتكلف الطرفين. لكن امريكا واللي كانت دولة ديمقراطية بتقدس ان كل الناس يكون ليهم الحرية والرأي المطلق والكلام ده كله، فكرة التقدم التكنولوجي كان عندها اعلى بكتير جدا من دولة عسكرية او من كيان عسكري زي الاتحاد السوفيتي. فبالتالي ابتدوا ان هم يطوروا اسلحة احسن، ابتدوا ان هم يحاولوا يوصلوا للفضاء احسن. اي نعم في الاخر اللي وصل للفضاء الاول هو الاتحاد السوفيتي، نتيجة ان هو سمع اشاعات ان امريكا توصل للفضاء قبله، فبالتالي قدر ان هو يكثف شوية مجهوداته ان هم يطلعوا للفضاء، ولكن بعدها بمنتهى السهولة امريكا قدرت ان هي تطلع للقمر. كل ده كان الحرب الباردة، ان احنا بنطور اسلحة، بنطور تكنولوجيا، شوفوا احنا طلعنا للفضاء، طب شوفوا احنا هنطلع للقمر. وفي هذا السباق طبعا فكرة الدولة الديمقراطية اللي معتمدة على فكرة الحرية اكتر من العسكرية هي اللي بتكسب، فبيكون الضغط الاقتصادي على الاتحاد السوفيتي اكبر بكتير جدا من الضغط عند امريكا. الاتحاد السوفيتي كده بقى عبارة عن كيان بيستهلك كل الثروات اللي موجودة في البلاد اللي موجودة جوه الاتحاد ده، عشان في الاخر يطلع اسلحة ينافس بيها بلد تانية زي امريكا، وبالتالي تحصل ازمة اقتصادية كبيرة جدا جوه الاتحاد السوفيتي. وده بيؤدي للنقطة رقم 3، ان بعض البلاد اللي موجودة جوه الاتحاد السوفيتي تضغط على الاتحاد نفسه عشان تطلع منه، وتبتدي دول من جوه الاتحاد تضغط على الاتحاد نفسه عشان تطلع منه زي اوكرانيا وزي رومانيا، وبالتالي في الاخر خالص يعلن الاتحاد السوفيتي ان هو هيتفكك، وان هو مش هيبقى فيه حاجة اسمها اتحاد سوفيتي مرة اخرى. وبانتهاء الاتحاد السوفيتي ينتهي ما يسمى بالحرب الباردة، والصورة دي هي صورة توثيق انتهاء الحرب الباردة بين امريكا وبين روسيا. فتلاقوا كده ان روجن وجورباتشوف كانوا بيوقعوا الديكلاريشن او وثيقة اعلان انتهاء الحرب الباردة. الكلام ده كان في سنة 1991، ودي شوية صور من الاخبار العالمية اللي كانت موجودة جوه الوقت ده، واللي اتكلمت على فكرة انتهاء الاتحاد السوفيتي للأبد. وبكده برضو نكون خلصنا احنا كمان حلقتنا النهاردة عن الاتحاد السوفيتي، ازاي اتكون وايه هو الدور بتاعه في الحرب العالمية التانية، وازاي في الاخر الاتحاد ده سقط. في الاخر افكركم بسرعة كده ان احنا عندنا سحب على كندل من 4 كندل في شهر رمضان الكريم. لو عايز تدخل السحب ده ادخل على الفيديو اللي موجود في الاي هنا، ولو عايز تتعلم اكتر عن ازاي تعمل المشروع الخاص بيك ويكون عندك التمويل لهذا المشروع هتلاقي لينك موجود تحت في الديسكريبشن، اللينك ده لكورس كيف تبدأ مشروعك الخاص. وما تنساش انك تعمل لايك للحلقة دي لو عجبتك، وما تنساش انك تعمل اشتراك هنا في القناة عشان تتابع كل اسبوع تلخيص كتاب كامل، وما تنساش برضو انك تفعل خاصية الاشعارات او النوتيفيكيشنز اللي موجودة في قناة الزتونة هنا عشان تتابع الفيديوهات اول باول اول ما تنزل. وفي الاخر شكرا لكل داعمين البرنامج على الباتريون، واللي من غيرهم البرنامج مش هيكمل ومش هيستمر. وبس كده خلاص، اشوفكم على خير حلقة جاية ان شاء الله. كان معكم مايكل راشد، برنامج الزتونة، شكرا.